السيوض القطار اني غمشينا المناخ غال المحطة الجنوبية اقليم النضاء وذي جيت ناريف اذ بدل انطلاق النس ذي 20 زي شهر ان اكتوبر ذي وساريخ ندى من المغرب وذو بدي يعرف سنترين انثونات اني غلبيئة سآليات بيداغوجية قطاع المناخ إذا يستمنين العربات شرح ذا يستدعي من القطار محضان النظا ذاريف يوسين دحومان غد سن المعلومات أن النصائح خميني تخصان البيئة أن يغطونات إذ ما مش غقن أخذ حافظا هو عبارة عن معرض متنقل اللي غادي يجوب طيلة الفصل الممتدة من 20 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 12 مدينة في مختلف ربوع المملكة. الهدف منه هو تحسيس وتوعية التلاميذ وعموم الناس على المشاكل المناخية. البادرة ذا الفكرة نخجق أن قطار المناخ يبدأ نخاس المكتب الوطني للسكك الحديدية يتسداكر وقت نسود سأني غي احتضان المغرب أن قمة المناخ كوب 22 ذي مراكش يغسن الحضور نطاس ثمورة نمضال